مس الخير عليكم يا البنات يا العذرات يا الحراير بنات بلادي، صحة فطوركم صحة شريبتكم، إن شاء الله ما غلبكمش نهار اليوم. كي العادة والعوايد نقولكم كلام موزون وكلام رزين قالوه ناس زمان، قالوا ناس زمان ونزيد نعاودها، كاين النية وكاين الذيب وكاين الخاين وكاين الحبيب، كاين الساهل وكاين الصعيب، وكيف ما كان الحال ربي هو اللي قريب. قلت لكم كلامهم موزون ولازم علينا كامل نحافظوا على ثورات جدادنا في اللباس في الأكلات في كلش، حتى في هذا الكلام اللي هو معاني وعبر. حبابي وحباباتي اللي راكم تشوفوا فينا يا العذرات، واللي لحقتوا لهذه اللمة اللي ما تحلى غير بطلتكم انتوما يا العذرات، هذا وقت الفال الزين، والفال الزين ما يكون غير بالنية الصافية. زيني نيتك يا العذرة وعقدي عقدة صحيحة ونشوفوا فالك وش يقول. يلا بسم الله. قبل ما نبدأ بقالتي نقول بسم الله، بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رضيت، وعليكم يا بنات بلادي هذه البقالة راني نويت. بقالتك تقول مادام الشمس تطلع ومادام الأوقات بالدالة، مادام النجوم تلمع ومادام القمر بالهالة، يا ربي البعيد يرجع وتزول عني هذه الحالة. نعيد لك بقالتك يا لالا، مادام الشمس تطلع ومادام الأوقات بالدالة، مادام النجوم تلمع ومادام القمر بالهالة، يا ربي البعيد يرجع وتزول عني هذه الحالة. اللهم آمين، الله يفرج على كل مغبون، والله يقرب الأحباب ديما ندعيها ونعاودها ديما. مسكها نقول فال يا فلفال يا فاتح سبع قفال، أجبر لي صعدي وين ما كان، من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال. يا العذرات يا الشابات، نتلاقاو غدوة إن شاء الله في عدد جديد من بقالات وكلام موزون قالوه ناس زمان. صحة صحوركم.